السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم عن موضوع الأخطاء بعملية التسوية. الأخطاء بعملية التسوية يعني مصادرها تجي من 3 أماكن، يعني ونصنفها 3 تصنيفات، نصنفها إلى أخطاء آلية وأخطاء رصدية وأخطاء طبيعية. الأخطاء الآلية اللي هي تجي من الأجهزة المستخدمة، الأخطاء الرصدية اللي تجي من الشخص الراصد اللي جاي يستخدم الجهاز، والأخطاء الطبيعية اللي هي تجي من شكل الأرض مثلا، من طبيعة الأرض. الأخطاء الآلية أغلبها هي بالجهاز نفسه مثل ما قلنا، ونقدر نحصرها إنه إذا كان الجهاز غير معدل، يعني غير معدل. مرات نقدر نقول أو أغلب المكاتب الهندسية تستخدم إنه هذا الجهاز يعني معير لو غير معير، يعني مسوي له كالبريشن لو ما مسوي له كالبريشن. فالجهاز إذا غير معير غير معدل، يعني بحيث إنه خط التسديد مال الجهاز ما يوازي المحور الأفقي بالنسبة لأنبوبة الفقاعة، فشي يصير انحراف. يعني أنت القراءة راح تقرأها هنا، بينما هي المفروض القراءة تقرأها هنا. القراءة اللي أنت جاي تقرأها هي هنا، بينما المفروض أنت تقرأ القراءة هنا، يعني القراءة الصحيحة. فهذه لازم احنا مو نقول تتصحح، لازم نسوي لها كالبريشن. يعني اكو طريقة انه نقدر نتجاوزها، بس احنا يراد خلينا نفتهم هو هذا الخطأ شلون جاي يصير. القراءات يعني تتناسب ويا من كل ما تزيد المسافة، هي اشبه بالزاوية، انه انت عندك هذا الخط الافقي هو خط الجهاز الحقيقي المفروض، وهذا الخط المنقط هو خط التسديد اللي انت جاي تقرأ بيه. فكل ما تزيد المسافة كل ما يزيد عندي مقدار الخطأ، لأن هو شنو مثلث قائم. فانت هاي القاعدة، يعني ايش قد ما يكبر الوتر ايش قد ما تكبر هذه القيمة الـ E1، الـ E2 تصير أكبر من الـ E1، لأنه المسافة راح تصير من الجهاز للمسطرة هي S1 زائد S2، يعني المسافة بين الجهاز والمسطرة على النقطة مثلا 1، والمسافة بين الجهاز والمسطرة على النقطة رقم 2. هذا الخطأ يزداد كل ما يزيد طول خط التسديد. حتى نتخلص من هذا الخطأ اللي هو خطأ تراكمي آلي مو خطأ عشوائي، فهذا لازم نتخلص من عنده، يعني لازم يطلع من القياسات من الإرصادات مالتي. هذا ما أقدر أطبق عليه موضوع التصحيح، إنه أروح أحسب C1 وأوزع هذا مقدار الخطأ. لا، هذا الخطأ لازم يزال. فعندي طريقتين، الطريقة الأولى إنه أسوي موازنة التسديد، والطريقة الثانية إنه أعدل الجهاز، يعني أفتح الجهاز وكأنما أصلح الجهاز، أسوي له فيكسينج. فموازنة التسديد، الجهاز إيش قد ما نستخدمه، فأنت راح يعني من تريد تسوي مسح لمسافة على سبيل المثال طولها 3 كيلوات 4 كيلوات 5 كيلوات باليوم، راح تنقل الجهاز هواي، راح تصعده بالسيارة، راح تشيله على كتفك الجهاز، راح تتحرك، راح تنصب الجهاز، راح تصعد الجهاز. اكو قسم من الناس يشيلون الجهاز، جهاز الليفل يعني يطبقه هو يعني ما يريد يفتحه من الركيزة، فيشيله هو والركيزة، يطبقهن سوا ويشيلهن. هذه تأثر على الجهاز وتأثر على معايرة الجهاز. فأثناء النقل يصير بهذا مقدار الخطأ التراكمي، بحيث انه يصير خط التسديد ما يوازي محور انبوب الفقاعة، فيخليه منحرف عن الافق. شلون هذا الخط هسه اللي حكيناه، فشو نطبق بيه؟ يعني واحدة من الطرق حتى نعالج هذا الموضوع نطبق قاعدة موازنة التسديد. فشلون يعني بقاعدة موازنة؟ يعني شنو اللي نسويه؟ نخلي الجهاز دائما، يعني انا اخلي الجهاز في وسط المسافة بين النقطتين اللي أنا أريد أطلع المنسوب مالتهم. طبعا لازم أخذ بنظر الاعتبار إنه مدى الرؤية مال الجهاز، يعني أنا ما أقدر أخلي أوازن يعني النقطتين المسافة بيناتهم 1 كيلو متر وأجي أخلي الجهاز 500 متر ب 500 متر. لا، الجهاز ما راح يأمن، ما راح تقدر تشوف
اصلا القراءه مال المسطره ازقد، بس انه تخليها مثلا 50 متر، يعني من تبدا تنقل بالجهاز تخليها الجهاز بالنص، و50 متر من الجهاز للمسطره و50 متر من الجهاز للمسطره. اذا استخدمت هاي يعني اذا صارت هذه الاس 1 تساوي لي الاس 2، ذيك الساعه الخطا راح يتكنسل، وراح نشوف هسه شلون. اذا قلنا انه يا بخط التسديد ينحرف عن الافق بمقدار زاويه اللي هي الفا، والجهاز موجود بين من؟ موجود بين نقطه A ونقطه B، فهذا هو الجهاز، والجهاز هذا الخط اللي انا جاي اقراه، والخط المنقط هو المفروض الخط الحقيقي. فانا قرأت على نقطة A وقرأت على نقطة B، فإذا أجي وقلت يا إنه الجهاز بيه مشكلة، فإذا بيه مشكلة فهو راح يصير بزاوية انحراف شاقولية مقدارها ألفا، والجهاز موضوع بين A و B، فراح يصير الـ R1 هي القراءة على A والـ R2 هي القراءة على B. فإذا عدي المنسوب مال نقطة A ومنسوب نقطة B، شلون نحسب منسوب نقطة B؟ منسوب نقطة B راح يصير هاي القراءة زائد المنسوب نقطة A ناقص القراءة الثانية، حتى أقدر أطلع منسوب نقطة B. بس هاي القراءة ايش بيها؟ بيها مقدار خطأ اللي هو E1 و E2، يعني هذه بيها مقدار خطأ E1 وهذه بيها مقدار خطأ E2. الـ E1 إذا أنا قلت إنه هذا مثلث راح يصير قائم، لأنه المسطرة من راح ألزمها على نقطة A بشكل شاقولي، فهي زاوية 90. فإذا أريد أطلع هذا مقدار إيه، راح هذا إيش راح يصير؟ راح يصير E1 تساوي لي الـ D1 المسافة هذه مضروبة في التان مال الألفا. التان مال الألفا هو شو يساوي؟ المقابل على المجاور. الـ E2 شو يساوي لي؟ يساوي لي الـ D2 مضروبة في تان الألفا. إذا قلت إنه أني وازنت التسديد، يعني اللي أقصده بموازنة التسديد هو أساوي بين المسافة D1 و D2، يعني آخذ هاي 50 هاي 50، هاي 45 هاي 45، هاي 25 هاي 25. إذا ذنت تساوي D1 ها الألفا هي نفسها. إذا D1 ساوت لي D2 راح ينتج عندي إنه E1 يساوي لي E2، يعني مقدار الخطأ يصير نفسه، هذا مقدار الخطأ هنا ومقدار الخطأ هنا. فايش راح ينضاف لمن؟ راح ينضاف للباك سايد، وينطرح منين؟ ينطرح من الفور سايد، من التسديد الامامي. يعني من راح اجي احسب منسوب نقطة B راح تصير ال E1 اللي هي منسوب نقطة A زائدا القراءة اللي قريتها أني، واطرح مقدار الخطأ من عندها ناقصا افتح قوس القراءة الثانية اللي هي هذه الفور سايد مال النقطة اللي أنا اللي تحسب المنسوب مالتها ناقصا بداخل القوس، انتبه، ناقصا بداخل القوس E2. فمن اجي اوزع يعني افتح هذه الاقواس راح يصير عندي، راح يصير منسوب النقطة B يساوي لي منسوب النقطة A زائدا ال R1 ناقصا ال R2 ناقصا ال E1 ناقص ناقص راح يصير زائدا ال E2، فراح تتكنسل ال E1 ويا ال E2. يعني راح تشوف انه انت منسوب النقطة B الصحيح بعد الاخذ بنظر الاعتبار ال E1 وال E2 هو نفسه، راح يساوي لي زائد الباك سايد ناقص الفور سايد. هذا كله مستند على اساس انه اني ال D1 تساوي لي D2. فلذلك انت من تختار الجهاز، يعني دائما من بين النقطة اللي معلومة المنسوب والجهاز، وبين الجهاز والنقطة اللي انت تريد تحسب المنسوب مالتها المسافة متساوية. بهاي الطريقة راح تسوي موازنة تسديد، وراح تنتج عندك منسوب يعني صحيح ما بي هذا الخطأ التراكمي، لأنه راح يتكنسل. الطريقة الثانية إنه لا، أنا أسوي تعديل الجهاز الليفل، أسوي له معايرة الجهاز الليفل. فإذا ردت أسوي معايرة الجهاز الليفل، أول شيء أسوي شنو هو؟ أختار لي فد مسافة قصيرة، يعني مثلا 20 متر، مثلا 10 متر بين A و B. شنو اللي أسوي؟ أخلي الجهاز وين؟ بمنتصف المسافة. إذا خليت الجهاز بمنتصف المسافة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فرق المنسوب بين هاي النقطة وهاي النقطة راح يصير صحيح بناء على هذا اللي انا اشتغلت، يعني كأنما راح اطبق موازنة التسديد بالجزء الاول من تعديل الجهاز، حتى افتهم ايش قد الفرق بين القراءتين الصحيحة. فاطلع الفرق بين القراءتين
بعدها انقل الجهاز وين؟ اخليه بصف واحدة من النقطتين، يا اما اي يا اما بي مثلا، انقل الجهاز هنا يعني مسافة كلش قريبة عن من؟ عن البي مثلا، راح اخلي الجهاز قريب عن نقطة بي، شنو اللي راح يصير عندي؟ الجهاز ما راح ياخذ مسافة طويلة حتى شنو يصير بيه مقدار الانحراف، راح افرض انه المسافة هاي انه القراءة على نقطة بي هي القراءة الصحيحة، يعني اخليه قريب على نقطة بي، فايش راح يصير عندي؟ راح افرض هاي القراءة هي صحيحة، لانه ما راح يصير عندي مسافة كبيرة حتى ينحرف بها خط النظر. فأنا عندي فرق المنسوب الصحيح من موازنة التسديد، وهنا هذا الخط المنقط هو المفروض هو قيمة القراءة الحقيقية. أنا من عندي فرق القراءتين الصحيح اللي هو الفرق المنسوب دلتا إي، إيش راح يصير عندي؟ دلتا إي فرق المنسوب إذا جمعته ويا القراءة مال بي راح تطلع عندي القراءة مال من؟ القراءة مال نقطة أي اللي هي الأي 3. فما راح تطلع عندي الاي 3، اذا طلعت عندي الاي 3 هي هاي القراءه الصحيحه المحسوبه. انا شو اسوي؟ اقراها بالجهاز، ما راح يا اما راح القاها هنا يا اما راح القاها هنا، اذا الجهاز يحتاج الى معايره، اذا ما يحتاج الى معايره لا راح تتطابق القراءتين. فاذا لا القراءه ما طابقت ويا الاي 3 شو اسوي؟ اكو طبعا براغي موجوده بالجهاز، يعني لازم ينفتح الكفر مال الجهاز الليفل، وتبدي انت تسوي معايره للجهاز، ترفع او تنزل الى ان تتطابق القراءه A2 ويا القراءه A3. هنا انا ما جاي نحكي منسوب، جاي نحكي شنو قراءه، واعيدها مره ثانيه حتى اتاكد من عندها، بس حتى يعني موضوع مثال بالارقام، انه انا فارض هذه النقطة M والنقطة B، ومنطق القراءة على المسطرة A ومنطق القراءة على المسطرة B. بالحالتين إذا موقع الجهاز يعني كان موجود بالمنتصف يعني مسوي موازنة تسديد، ففرق المنسوب بين ذني هو صحيح، فراح يصير 1.797 ناقص 1.546 راح يطلع 0.233، هو فرق المنسوب الصحيح لأنه الجهاز وين صاير؟ بالمنتصف. بما انه القراءة على القامة اي اكثر من بي، يعني انه اي صايرة اوطأ من من؟ صايرة من بي بمقدار 0.233، فانقل الجهاز بالقرب من النقطة بي، راح تصير القراءة الصحيحة على اي لازم تكون هي عندي هذا الفرق المنسوب المصحح زائدا القراءة اللي انا قرأتها على من؟ على بي، من انا بصف النقطة بي اللي انا معتبر هاي صحيحه. ايش راح يطلع عندي؟ راح تطلع عندي قراءه اخرى، هاي القراءه الاخرى اللي طلعت عندي شو لازم المفروض تطلع نفس هاي بالضبط. انا ايش قد طلعت عندي؟ طلعت عندي 1.640 6 1.641، معناها لازم يعني ارفع الشعيره مال الجهاز بمقدار فرق القراءة بين هذا وبين هذا اللي هي 0.014 حتى تتقاطع ويا القراءة الصحيحة. النوع الثاني من الأخطاء، احنا هسه حكينا على الأخطاء الآلية اللي يصير بعملية تسوية، اكو أخطاء رصدية، انه انا مرات اهمل موقع الفقاعة، يعني هي حتى المسطرة اللي راح تستخدموها اكو موجود بها فقاعة بس احنا مرات نشيلها من عندها، يعني لازم دائما اتاكد انه المسطره شاقوليه، اذا المسطره مو شاقوليه راح يصير بها انحراف، اذا صار بها انحراف راح يصير مثلث فيثاغورس موجود، وراح كانما انت تقرا الوتر بدل ما انت تقرا شنو المجاور. نصب الجهاز باماكن ثابته وقويه وتحاشي الاماكن الرخوه بعيدا عن حركه مرور السيارات والمشاة، وهذا راح تعان يعني مو تعانون من عندها، لا انتوا راح تشوفون الامور اللي راح تشوفوها بالموقع من راح تطلعون تشتغلون. يعني هو المفروض بالجامعه يعني من تطلع برا انت هو راح تشوف كل فئات المجتمع، وكل ساعه واحد جاي عليك ويباوع بالجهاز، شنو اللي جاي تسوي انت؟ شنو اللي جاي تشتغله؟ فيراد اتاكد انه هاي ناصب الجهاز مضبوط ومخلي عيني عليه بحيث ما يتحرك هذا الجهاز وما يجي واحد يقترب من عنده. التأكد من التقسيمات اللي موجودة على
القامة اللي هي المصدر بصورة خاصة، تلك التقسيمات الموجودة في أسفلها بالقرب من القاعدة. طبعا أحيانا كثيرة هاي تتلف، بس مع هذا التلف إذا سويت موازنة تسديد ما يصير عندك مشكلة. إذا سويت موازنة تسديد طبعا يقل طولها نتيجة الاحتكاك أكيد. يراد تتأكد من صحة تركيب القامة، أنت راح تشوفونها هي عبارة عن 5 أمتار، فال5 أمتار تطب يعني يدخل متر بالثاني. يعني مرات واحد من الطلاب ينسى أنه ما يفتح هذا المتر للأخير. ضرورة وضع القامة بصورة عمودية أثناء الرصد، وبعكس ذلك فإن القراءات المأخوذة تكون دائما أكثر من اللازم إذا مالت القامة إلى الأمام أو إلى الخلف. يمكن المحافظة على شاقوليتها باستخدام الفقاعة الخاصة بها. ممكن حدوث أخطاء طبعا بالقراءة على القامة، ويفضل استخدام مسافة بين القامة وجهاز التسوية ما تزيد عن 50 متر حتى أنت تقرأ بشكل مضبوط. يفضل اختيار مناطق مناسبة لنقاط الدوران، تكون ثابتة وصلبة ومو رخوة يعني ولا ترابية أو رملية، بس هذه مرات يعني تكون أنت مجبر عليها. الأخطاء بتسجيل القراءات اللي هي يعني موضوع المراتب، الأخطاء والأغلاط هاي الراد همتين يصير يعني تنتبه عليها. الأخطاء الطبيعية، الأخطاء الطبيعية يعني موضوع الحرارة وما حرارة، وموضوع خطأ التكور والانكسار راح أمر عليه. أكو بيش اشتقاق شوي يعني ما مطلوب من عندك، بس مطلوب من عندك القانون النهائي بس الاشتقاق حتى تفتهم إنه هذا القانون شلون منين اجى. فالموجات الحرارية تأثر على وضوح الرؤية، وهذا راح تشوفوها هامتين بالعملي. يراد إنه تركزون حتى يعني تقدر تقرأ القراءات والتدريجات الموجودة. شدة الرياح أكيد تأثر على عملية التسوية. التحدب الكرة الأرضية هذا راح نناقشه هنا، وتجنب القراءات التي تكون أقل من 0.05 متر عن سطح الأرض حتى تقلل من تأثير الانكسار. فغالبا ما يتغير طول القامة من جراء التمدد المتسبب عند درجات الحرارة العالية. طبعا هاي كلها من الممكن تجاوزها إذا سوينا موازنة تسديد، يعني جدا ضرورية موازنة التسديد. خطأ التكور والانكسار، يعني انت يراد انه تعرف شنو خطأ التكور والانكسار، بس يعني ما تنزل بيه يعني in details. خطأ التسديد يعني هو عبارة عن خط أفقي مماس للكرة الأرضية في نقطة واحدة، اللي هي النقطة اللي تمثل موقع الجهاز، بينما يمثل خط المنسوب خط موازي للكرة الأرضية. طبعا ده هو موازي للكرة الأرضية، فراح يصير منحني عمودي على اليمين، عمودي على اتجاه الجذب الأرضي يعني بالنسبة للكرة الأرضية. فهو يفترق عن خط التسديد كل ما تزيد المسافة عن موقع الجهاز. هذا الافتراق يسمونه الـ Error of Curvature اللي هو خطأ التكور. ونفس هذا خط التسديد هم بي يعني انكسار ثاني بسبب اختلاف كثافة طبقات الجو، ويتداخل ويا من ويا التكور. فالتجارب الفيزيائية تقول إنه مقدار الخطأ المتسبب عن الانكسار يساوي لسبع ذلك الخطأ المتسبب عن التكور. حتى نعين هذا الخطأ يعني نقدر نعرفه ايش قد، راح نجي نفصل إنه يا أكو جهاز موجود هنا وهذا لازم الخط يكون موازي هنا، بينما إحنا راح نقرأ القراءة هنا وأكو فرق هنا وأكو من نصف قطر الكرة الأرضية هل قد المسافة وهل قد نصف قطر الكرة الأرضية. هاي الأمور كلها هي بالنسبة للاشتقاق. فأنت راح تشوف اشتقينا وحسبنا وفرضنا إلى أن نوصل أنه نحسب أنه خطأ التكور شقد. المهم هو هذا القانون، أنه أنا خطأ التكور عندي يساوي لي 0.0785 مضروبة في دي سكوير، واللي هي الدي سكوير اللي هي المسافة، وانه يابا هذا السبع خطأ التكور. فهذا حتى همات يعني ينحسب ويدخل وينطرح، راح نوصل انه يابا خطأ الناتج من التكور والانكسار هو 0.0673 مضروبة في الدي سكوير. المسافات، تأثير خطأ التكور والانكسار يعني إذا واحد يحسبها بالأرقام، إذا الدي تساوي لي 122 متر، إيش راح يطلع عندي مقدار خطأ التكور والانكسار؟ 1 مليمتر. فأنت
تأثير خطأ التكور والانكسار بالمسافات اللي هي بين 25 و 30 متر تكاد تكون معدومة. طبعا هذا كله وهذا الاشتقاق وهاي القوانين من الممكن تجاوزها إذا كان مقدار، إذا استخدمنا موازنة التسديد، لأنه راح ينضاف مرة مننا وينطرح من الجهة الثانية، فجدا جدا ضرورية موضوع موازنة التسديد. طبعا هذا يعني مثال بالأرقام بس على مود التطبيق مال دن القانونيين اللي أشرناه هسه. التسديد الخلفي المأخوذ على نقطة 67 متر من جهاز التسوية يساوي لهالقد، وكان التسديد الأمامي مساويا إلى هالقد. المسافة بين النقطة والجهاز هي 250 متر. شقد فرق المنسوب الصحيح بين النقطتين آخذا بنظر الاعتبار خطأ التكور وهاملا خطأ الانكسار؟ فراح أطبق القوانين اللي موجودة عندي، راح أطلع، يحتاج حتى أطلع فرق المنسوب الصحيح بين النقطتين. أنا ما عندي هنا مناسيب، عندي بس قراءات، عندي باك سايد وفور سايد. فالفكرة إنه أطلع باك سايد خالي من خطأ التكور والانكسار، وأطلع فور سايد خالي من خطأ التكور والانكسار، وأطرح واحد من الثاني حتى أطلع فرق المنسوب بيناتهم.